وتسمع الأذان وتقول لا أنا خايف يجي جون، أو لما المسلسل ينتهي قم بسرعة بسرعة. ينفع نبني هذه العمارات الضخمة والجامعات الفخمة وما بقاش في أول البوابة جامع كبير يلتقي فيه المدرسون بالطلاب؟ ينفع؟ ينفع نبني هذه المصانع الضخمة الفخمة وما نعملش فيها مساجد عشان العمال يطلعوا مرئيس مجلس الإدارة يصلون للملك الحق؟ ينفع؟ ينفع نحط جداول الامتحانات ولا نراعي أوقات الصلوات؟ ينفع؟ والله ما ينفع. والله بخطبك أيها الحبيب يا أستاذ الفاضل أيها المسؤول، يا من من الله عليك بهذه الأمانة، بأمانة التوجيه والتربية لعقول وقلوب أولادنا، والله العظيم بخطبك بقلبي، والله بقلبي، لأني والله بحبك وخايف عليك. هتسأل بين يدي الملك جل وعلا إزاي تحط جدول الامتحانات ولا تراعي أوقات الصلوات؟ إزاي؟ والله العظيم جريمة، أقسم بالله كبيرة. يا أخوانا الصلاة أول ركن من أركان الدين بعد التوحيد. خلاص أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترجم بقى، ترجم حقيقة هذا المعتقد الذي ردده لسانك. أول ترجمة الله أكبر، الله أكبر، أكبر من الكلية والجامعة والوزارة والتجارة والزوجة والأولاد والأموال، أكبر من كل شيء. خلاص خلاص أنفض كل ما في يدي وأذهب إلى الملك الحق لأطرح قلبي قبل جسدي. آه لو سجد القلب، يا الله البدن بيسجد بس القلب فين؟ القلب فين يا أخوانا؟ اسمع العبارة دي واحفظها مني، القلوب جوالة. أقسم بالله ممكن جسدك يبقى ساجد والقلب ما هو معاه، خلي بالك، بدليل انك بتخلص الصلاة ما انتش عارف، ما انش عارف انا قرأت الفتحة وانا جالس ولا قرأت التشهد وانا واقف، ما عرفش كم ركعة، فممكن القلب ما بقاش معاك خالص. القلوب، احفظ الكلمتين دول حلوين قوي، ومن بركة العلم ان انسب العلم لأهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيب ابن القيم رحمه الله. القلوب جوالة، اسمع اسمع دي عالية قوي، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. قلبك فين؟ معلق بالعرش في السماء ولا أعزك الله لسه في دورة المية؟ الله يعزك ويرفع قدرك ويحيي قلبي وقلبك، أنت فين أيها الحبيب؟ لا خد كمان ترمومتر تاني معاك هو الليلادي، أول ما تروح السرير وتنام، معلش استنى شو لحظة واحدة، فتش فتش عن القلب، انت نايم على السرير يا عم الشيخ محمد قلبي معايا، لا والله بس فتش عليه دور عليه، قلبك هيبات فين؟ هيبات فين؟ في جسمي؟ لا لا، ممكن يبات في الجسم وممكن يبات في حتة تانية. خلي بالك، اذا اويت الى فراشك فانظر اين يبيت قلبك، وان استيقظت من نومك فانظر الى اين يطير قلبك. أما تنام قلبك هيبيت فيه، معلق بيه بالآخرة، خايف من الموت، خايف من المظلمة اللي انت ارتكبتها النهاردة، ولا ما انتش فاكر حاجة، ما انتش واخد بالك من حاجة. وأول ما تصحى ها منشغل بإيه؟ بالوضوء، هصلي الفجر، يا خبر أبدا ما صليتش إلا لدي قيم الليل، ده الفجر هيأذن، ولا القضية مش م... قلبك هيبيت فيه. وأول ما يصحى يتور على فيه. فالصلاة صلة صلة، ما فيش عاقل يتخلى الآن عن هذه الصلة في زمن الماديات والشهوات. ما نش عاوز أطول في المسألة، بس خد كمان البشرة الجميلة دي من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام الترمذي والنسائي وغيرهما بسند صحيح من حديث بريدة قال الحبيب: بشر الله، بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات، الله أكبر، بشراكم اليوم جنات، شايف النور؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار.
ولا تجعلنا يا رب برحمتك من أهل الظلمات. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انتظرونا. ليه؟ نقتبس من نوركم، ما تسيبوناش في الظلمة الحالكة دي، خلونا معاكم نمشي معاكم في النور ده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ألم نكن معكم؟ مش كنا معكم في المساجد والجماعات والجمعات؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أي بأهل الدين وبأهل التوحيد وبأهل الإيمان، وارتبتم أي تشككتم في كل ما بلغكم به العلماء وعن الله وعن رسوله، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الله، يبقى أول حاجة تحسب عليها الصلاة. يلا بسرعة عاهد ربك دلوقتي الآن الآن إنك ما تضيعش الصلاة. طب يا عم الشيخ ده أنا ما صليتش بقالي كتير. الآن صلي، الآن صلي، وحبشرك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات والتوبة تجب ما قبلها. بس تعالى أقبل على الملك بقلب محب وجل، وأنا أقسم لك بجلال ربي أن الله جل جلاله سيفرح بتوبتك وهو الغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال سبحانه قل يا عبادي الذين ها أسرفوا على أنفسهم. يا الآن بتهزنا قوي. أسرفوا على قل يا عبادي الذين وحدوا، قل يا عبادي الذين صاموا، قل يا عبادي الذين أقاموا الليل، الذين أسرفوا على أنفسهم. يعني ينادي على المسرفين بالمعصية والذنوب من أمثال ورب الكعبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ربنا ينسبنا ونحن أهل الذنوب والمعاصي، ينسبنا عبادا إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مش أنت موحد؟ أيوة، بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب اتفقنا نعاهد الله على المحافظة على الصلاة. يلا اقفل الورشة وقوم صلي، اقفل بقالة وقوم صلي، اقفل مكتب الوزارة وقوم صلي، قوم صلي، ما تخافش. وأنا بخاطب كل مسؤول، الصلاة أقسم بالله ستزيد الإنتاج، مش هتقلل، هتزيد الإنتاج، هتضبط أخلاقنا ومشاعرنا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الشيخ ما معظم اللي بصلوا حرامية. لا، طب خليه يصلي وسيب يصلي، ستنهاه صلاته يوما. المرة دي صلى لسبب من الأسباب، وبعدها إن شاء الله حيصلي للملك الوهاب، وحينئذ سيتغير سلوكه، ضميره، كلامه، لسانه، نظره، كل شيء فيه سيتغير. بس لما يدوق حلاوة الأنس ولذة القرب من الله سبحانه وتعالى. ويا سلام على شيخنا ابن القيم بيقول ولا يذوق حلاوة الأنس بالله إلا من خرج، إلا من خرج من ضيق الجهل. يعني الجهل بالله والجهل بأسمائه والجهل بصفاته والجهل بعظمته والجهل بقدرته. إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، وإلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. يا الله، تدوق بقى لذة القرب وحلاوة الأنس، وحتما ستنهاك صلاتك بإذن الله جل وعلا. تعالوا نعهد ربنا. أيتها الأمة الحبيبة، أيتها الأمة القريبة، أيها الموحدون في كل بقاع الدنيا، أخاطبكم، تعالوا نعهد ربنا على الصلاة، ما نضيعش الصلاة. أخاطبك أيتها الفاضلة المسلمة، اوعى تضيع الصلاة. طيب بسرعة تعالوا لنرى ما الذي سيسأل عنه العبد بعد الصلاة. قال الحبيب كما في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام الطبراني في معجميه الكبير والصغير والخطيب في التاريخ بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. إيه دول؟
بعد الصلاة أيوة، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الله، لا تاني تاني كده بالراحة يا شيخ، واحدة واحدة بالله عليك. الأولانية بتقول إيه؟ عن عمره فيما أفناه. آه، خلي بالك، العمر هو رأس المال وهو البضاعة، ومن فقد رأس ماله وفقد بضاعته ولم يحقق ربحا فهو من الخاسرين. رأس مالك عمرك، بضاعتك عمرك، طب ضع رأس المال، ضع العمر، أعمل إيه؟ خسرت في الدنيا والآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أنت عايش كده وخلاص، الصبح على الوظيفة، أضبط المنبه على الساعة 7، فين صلاة الفجر؟ مش مشكلة دلوقتي، مش مشكلة يا مولانا، ما تضايقش علينا مسائل، أضبط المنبه على 7 عشان الوظيفة، وبعدين أرجع من الوظيفة أجلس بقية الوقت على القهوة، وبعدين أرجع أنام واصبح الصبح على الوظيفة، وهكذا وهكذا. الدنيا شغلاني، التجارة عم الشيخ واخداني، لو ما خدتش بالي النهاردة وحطيت عيني في وسط راسي هضيع، لازم. طب وبعدين؟ والنهاية إيه؟ إيه النهاية؟ أقسم بالله إن لم تفق لن تفيق إلا وأنت في عسكر الموتى. الأيام تجري، الأيام تمر، والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين، وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الحق الجليل للسؤال عن الكثير والقليل والصغير والكبير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما تقولش بقى ده يعني ما فيش، وكفى بنا حاسبين، لا مكتب محاسبة ولا إطلاقا، الملك وكفى بنا حاسبين. كم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لي وأبداها، وكم من معصية قد كنت نسيتها ذكرني الله إياها. يا الله يا رب، استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا رب، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا يا رب، اللهم اغفر ذنوبنا يا رب، يا رب برحمتك لا بأعمالنا، والله برحمتك لا بأعمالنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله، العمر خلي بالك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني ايه؟ مش فاهمين الحديث. يعني من وظف صحته ووقته في طاعة الله او في عمل للدين او للدنيا فهو المغبوط، هو ده السعيد في الدنيا والآخرة. ومن لم يوظف صحته ووقته في طاعة الله او في عمل للدين او للدنيا فهو المغبون الخسران في الدنيا والآخرة. وكان احد السلف يقول: كيف يفرح من يومه يهدم شهره، ومن شهره يهدم سنته، ومن سنته تهدم عمره، ومن عمره يهدم أجله، ومن يقوده أجله إلى موته. كان الفضيل بن عياض لقي رجلا بيقول له: كم عمرك؟ فبقول له: